أهداف الملتقى تهدف إلى تمكين المديريات على مستوى الولايات وخاصة منها مكاتب دراسة الأخطار من التحكم في تقنيات الدراسة والتعامل مع الأخطار الصناعية على مستوى هذه الولايات وخاصة منها الولايات الصناعية. هذا الملتقى الأول حول الأخطار الصناعية ما يخفيلكش أنه فيه مرسوم تنفيذي اللي هو المرسوم 06198 اللي يتكلم عن الأخطار الصناعية اللي يفرض أنه ضابط الحماية المدنية يجب عليه المصادقة على الأخطار على دراسات الخطر الخاصة بالأخطار الصناعية، يعني أنه الرئيس أي رئيس مؤسسة صناعية يجب عليه إعداد هذه الدراسات الخطر وحنا راح نصدقوا عليها. إمكان ضباط الحماية المدنية من قدرة تقييم الأخطار الصناعية سي بور لابروباسيون دي زيتود دو دانجي تاع المؤسسات المصنفة.